طبعا في ظل الظروف الجميله دي بتاعت كورونا والجمال اللي احنا شايفينه في العالم ده كله، وطبعا ما تنساش تشوف الرساله التوعيه من الاي اللي هنا والاي اللي هنا. طبعا كلنا عارفين ان المصانع او الاماكن اللي فيها الديفلوبرز اللي بيصنعوا الالعاب او الجيمنج بتاعتنا اتقفلت. دي طبعا نقطه بتنقلنا ان طالما ما فيش ديفلوبرز قاعدين على اجهزتهم بيطوروا العاب، ايه اللي هيحصل؟ فخلينا من غير اي تاخير ما نطولش عليكم وندخل في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بكم مجيش مكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. طبعا قناة اكتشف العالم قناة مختصة في التكنولوجيا والالعاب، وطبعا طالما احنا مختصين في الالعاب فلازم نبقى مهتمين بمجال الالعاب وايه الجديد اللي فيه وايه اللي ممكن. طبعا زي ما في العاب ما سمعناش حسها زي كول اوف ديوتي 2020 شايفين انها شغالة عادي وبتقول انها هتبقى جاية اكثر دموية واكثر حماسا وطور القصة اللي فيها وكل حاجة هتبقى زي الفل وكل حاجة تمام، وهتتكلم عن حرب فيتنام وحرب الابادة تقريبا وفيها يبقى فيها تور زومبيز والكلام ده كله. وزي برضو ما سمعنا ان كول اوف ديوتي ورزن في اقل من اسبوعين حققت اكتر من 30 مليون لاعب. لازم طبعا نبقى عارفين ان في شركات زي شركة انفيديا بتطلب من كل اللاعبين ان هم يهدوا عليهم شوية، لان شركة انفيديا دلوقتي خايفة من الفيروسات او الفيروس كورونا يعني المنتشر دلوقتي، وكل الشركات حاليا خايفة من الفيروس بتاع كورونا، وبالتالي ده اثر بنسبة كبيرة جدا على حاجات كتير. زي مثلا ان لعبة ذا ويتشر كان معمول لها مسلسل، المسلسل اتوقف حاليا انتاجه بسبب ان هم خايفين من الفيروس. زي ما احنا ما شايفين شركة سوني اجلت صدور او باحتمال كبير جدا بنسبة 80% ان هم يأجلوا صدور مثلا البلاي ستيشن 5 بسبب ان هم خايفين من فيروس كورونا، وزي ما برضو مش فاكر اسمه كان اسمه اكس بوكس سيريس اكس برضو احتمال كبير جدا يتأجل بسبب ان هم خايفين من فيروس كورونا ان هم ينشروه فالسوق نايم وبالتالي مفيش اي حاجة هتحصل. اللي عايز اقوله هنا يا شباب عشان ما اطولش عليكم هو ان الالعاب اتأثرت بشكل كبير جدا جدا، وخصوصا زي ما قلتلكم ان المطورين اغلبيتهم او يكاد يكون كلهم قعدوا في البيت بسبب ان هم خايفين من فيروس كورونا، وبالتالي لازم نتوقع ان في العاب كتير جدا تتأجل. مثلا جي تي اي 6 عندك العاب كتير، في العاب ما اتأثرتش نهائيا والعاب ماشية بس ما شاء الله زي الصاروخ. زي ما قلتلكم كول اوف ديوتي وور زون كول اوف ديوتي 2020 الكلام ده كله العاب ماشية في طريقها ومكملة وزي الفل، بس في العاب تانية زي ما قلتلكوا بنسبة 80% هيتم تأجيلها، وده خبر يهم كل الجيمرز اللي في العالم كله. عشان كده لازم تشاركوا الفيديو ده مع اصدقائكم وصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتنزلوا دلوقتي حالا تعملوا لايك وتقولوا ايه رأيكم في الفيديو او في الموضوع بشكل عام من خلال الكومنتات، وتصلوا على النبي. كان معاكم يوسف نصر في امان الله.